المحيطات والبحار، وبتاخد اتجاهات أفقية وعمودية، وهي إما دافية أو باردة. أما الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة بيتأثر بكتل هوائية باردة عم بتسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى ليلة الجمعة السبت، ولبكرة بلبنان رح يكون غائم مع أمطار غزيرة أحياناً وعواصف رعدية ورياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر ومدون بالداخل. ومنذكر أنه طرقات عيون السمان وفقرة سالكة للسيارات المجهزة فقط بسلاسل معدنية. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة 2 بعكار، طرابلس 12، جبال 13، برمانة 7 أو 11، بيروت 13، بيت الدين 4، صيدا 12، صور 12، بنت جبال 6، نبطية 7، رشية 7، زحلة 5، بعلبك 5، الأرز 2 تحت الصفر، والهرمل 9، والرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 18 درجة، سرعة الرياح بين 10 و30 كم/ساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية بتشتد أحيانا لتوصل لل 50 كم/ساعة. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليلة رح توصل درجات الحرارة ل 8، نهار الجمعة بتتراوح بين 8 و15، ونهار السبت بين 7 و16 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية.